السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. طبعا كلامي موجه لجميع الإخوة الأفاضل، بارك الله فيكم جميعا. نحن في ساحة تجمع بين الاختلاط بل بين الطرفين، ونستمع إلى بعض الفيديوهات، هذا أمر طبيعي، ففضلا أن يكون الرد من أي رجل هكذا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسنتم. ونبتعد عن الكلمات التي لا داعي لكتابتها، قد لا أنتبه لبعض الردود عندي للأسف الشديد، وردي ثابت وواضح للجميع، فمرفوض وغير مسموح بأي كلمات وغيرها، بارك الله فيكم. مش هينقص الرجل أي شيء لو هو كتب في التعليق بارك الله فيك أختي، أو جزاك الله خيرا أختي، أو أحسنت أختي، بدون زيادات أو تجويد في كلماتكم. كلامي وردودي مع الجميع وبدون استثناء واضح وثابت ولا يتغير، وأتكلم دائما بصيغة الجمع احتراما للجميع، كما تعلمنا من شيوخنا الأفاضل عندما كنا نتلقى العلم، أو أن نكتب كلمة غاليتي أو عزيزتي أو يا غالية أو يا عزيزتي أو ما شابه، فليس لكم حق في كتابة هذه الكلمات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.